الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن لذلك آداب وأحكام ينبغي للمسلم أن يراعيها ويحرص عليها. منها أولا آداب صلاة العيد مع الجماعة، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، صلاة العيد مع الجماعة، فحيث أمر الله بها في قوله فصلي لربك وانحر، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وأخرج لها حتى النساء والصبيان، حتى النساء والصبيان أمرهم بالخروج إليها. وصلاة العيد بعد ذلك إن شاء الله سيكون يوم الخميس القادم. صلاة العيد في مسجدنا هذا ستكون إن شاء الله الساعة السابعة إلى ربع، السابعة إلى ربع. وصلاة الصبح سنحاول يعني أن نخرج شوية الصبح الساعة الخامسة وربع، حتى يجيو الناس يحضروا للصبح في جماعة ويظلوا في بيت الله يذكرون الله تعالى إلى أن تأتي صلاة العيد. وتعرفوا يجي يصلي الصبح في جماعة ويبقى في مكان يذكر الله تعالى عنده أجر حجة، يعني عنده أجر حجة. صلى الله عليه وسلم يجي يصلي الصبح يذكر الله تعالى إلى أن تأتي معنا صلاة العيد، يعني ياخذ أجر حجة إن شاء الله تعالى. ومن آداب العيد الغسل والطيب ولبس الجميل من الثياب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لبس الجميل من الثياب ليس خاصا بعيد العيد فقط، بل مندوب ومستحب أيضا في العيد أن يلبس الإنسان الجديد من الثياب وأن يتطيب. ومن آداب العيد أن يخرج إلى الصلاة ماشيا، وأن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر حتى يسلم على أكثر عدد من المسلمين. ومن آداب العيد كذلك احيال ليلة العيد بالذكر والصلاة والدعاء، وأن يكثر من التكبير، وأن يستمر في التكبير إلى آخر أيام التشريق. التكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق. ومن الآداب كذلك التوسعة على الأهل والأكل بالأكل والشرب والدهن المباح، بقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام من وشرب وذكر لله عز وجل. فأنت لما تذبح إن شاء الله معناها الذبيحة بتاعك، وتعرف الأبناء الشيخ استحضر النية، استحضر أن عندك ثواب في الأكل، أنك عندك فيه ثواب عند الله عز وجل. ومن الآداب كذلك صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأصدقاء، فصلة الأرحام من أشد الأعمال وأفضلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطع الله. أما بعد عباد الله، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وما تعلم اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمك، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باعداء الدين في كل مكان، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم فرج على اخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم فرج من الموت،
عرفه